السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم وهو كيف أتعامل مع الآخرين. قبل ما نعرف كيفاش نتعامل مع الآخرين، خصني نعرف كيفاش نتعامل مع نفسي. خصني نراجع نفسي، خصني نوضع نقط على الحروف. منين نجي نحط راسي على الوسادة، خصني نعرف انني شنو درت هذا النهار، اش اخطاء ارتكبت، شنو الخير اللي درت، شنو الحاجه السلبيه اللي درت، شنو الحاجه الايجابيه اللي درت. باش نتعامل مع الغير خصني نتعامل مع نفسي اولا وقبل كل شيء. خصني نتصالح مع ذاتي، خصني نكون واثقه في نفسي، خصني نكون واثقه في القرارات ديالي، خاصني نصحح اخطائي قبل ما يصحوهم يشوفوهم الاخرين. نطلقوا نفوسنا، نطلقوا نصحيح الاخطاء ديالنا، ما نشوفوش الاخرين، نشوفوا نفوسنا اولا وقبل كل شيء. لان الاغلبيه كيشوف الاخر ما كيشوفش نفسه، كيشوف الاخر اش من اخطاء ارتكب، كيشوف الاخر اشنو داير في حياته، كيشوف الاخر كيفاش كيتعامل مع الناس. لا، خصني انا نشوف راساتي كيفاش كنتعامل مع راسي، واش حقانيه مع نفسي او لا، واش كنعطي لنفسي حقها او لا، واش متصالحه مع ذاتي او لا. باش نتعامل مع الناس خصني نكون إنسانة كنخدم عقلي، كون إنسانة عاقلة بامتياز. اللي كينطبق على الناس كينطبق على نفسي. الحاجة اللي كضر الناس راه كضرني حتى أنا، الحاجة اللي ما كيبغيوهاش الناس راه حتى أنا ما نبغيهاش. ماشي الحاجة اللي ما كنبغيهاش أنا ونديرها مع الناس، لا 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 لا، لا يمكن. لهذا خصنا نعرفوا ما لينا وما علينا، وكيفاش نتعاملوا مع نفوسنا، وكيفاش نتعاملوا مع الناس. كيفاش نتعاملوا مع الناس؟ اننا خصنا نكونوا كنوزنوا وكنعرفوا كل واحد نحطوه في المكان ديالو، كل واحد نعطيه القيمه اللي يستحق. التعامل مع الناس ماشي غير اجي وتعامل، خصو العقلانية، خصو شوية ديال التركيز. لأن يعني الناس معادن فيها الذهب وفيها الفضة وفيها القصدير. الناس كتختلف من شخص لشخص، ممكن تتعامل مع الحمق، ممكن تتعامل مع الشفار، ممكن تتعامل مع الكذاب، ممكن تتعامل مع المنافق. نتعاملوا في حدود المعقول، ماشي انه كذاب انني انا نولي كذاب، لا، نحاول ما امكن نفيقوا العيب ديالو او نبتعد عليه. التعامل مع الناس على حسب الحاله وعلى حسب الشخص وعلى حسب شخصيه الانسان وعلى حسب الموقف. لهذا قبل ما نتعامل مع الناس نتعامل مع نفسي، قبل ما نحاول نصلح الناس نصلح نفسي اولا وقبل كل شيء. ما نشوفش اخطاء الناس نخلي اخطائي، نبدا الاسبقيه مني، ولو اخطاء بسيطه نحاول ما امكن نصلحوهم. كاين ناس اللي ما كيعترفوش بالاخطاء ديالهم، كيديروا اخطاء فادحه. لهذا خاص تكون المرونه، تكون مرن في تعاملك مع الناس، ماشي تعطي النصيحه لاي واحد. النصيحه تطلب الى طلبك شي واحد، اما باش تبقى دير فعل صناع بالاول، لا لا. باش تتعامل مع الناس خاصك تكون انسان حكيم،
يكون عندك توازن، تكون كتوزن، تكون كتعرف الشخص اللي كتعامل معاه، اش مطين هو، اش معدن هو، واش ذهب ولا فضة ولا قصدير. هذا غير تشبيه، لان البشر كاين طبقات، كاين الانسان المؤمن، كاين الانسان الوسط، كاين الانسان ايمانه ضعيف وهو غادي، كاين اللي ما عندوش الايمان نهائيا. لهذا خصنا نوزنو ونغربلو ونشوفو اش من نوع هاد الانسان اللي غادي نتعامل معاه. باش نتعامل مع الناس خصني نكون عارفة ما ليا وما عليا. أحبكم في الله، وتحياتي بلا ضفاف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.